كما استنكرت عائلة سلمان عبد الله يوسف محمود بشدة الاتهامات والمفبركات المزعومة التي تمت صناعتها في قناة الجزيرة القطرية، مشيرة إلى أن القناة دائبت منذ ظهورها على بث الفتنة والفرقة في جسم الأمة العربية والإسلامية. وأكدت العائلة وقوفها خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، مؤيدة كافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها المملكة للرد على الافتراءات الكاذبة.